مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن شرح برنامج بيكس لاب، وهذا البرنامج مختص بالتصميم، سواء تصميم شعارات، تصميم إعلانات، تصميم صور مصغرة، تصميم غلافات إلى آخره. وهذا البرنامج بتقدروا تنزلوه من المتجر، متوفر لأجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون. وأول ما نفتح البرنامج رح تظهر معانا هاي الواجهة. من هاي الأيقونة بتظهر معانا خلفيات كتيرة بنقدر إنه نستخدمها ونعدل عليها، ورح أختار الخلفية البيضاء. ومن الأيقونة يلي جنبها حرف الـ A بنقدر إنه نضيف نص ونعدل عليه. فلما نضغط على نص رح يظهر عنا فوق New Text، بنضغط عليه مرتين عشان نعدل على النص اللي بداخله. ومتوفر عنا بالبرنامج خطوط باللغة العربية وخطوط باللغة الإنجليزية، وبس نكتب النص رح تظهر معانا خيارات كتيرة تحت بنقدر من خلالها إنه نعدل على النص. رح نبدأ بخاصية الانعكاس، بنضغط على هذا السهم عشان نفعل الخاصية، ومن خلالها بنعمل انعكاس للنص الموجود عندنا. ومن خلال الإزاحة العمودية بنقدر نتحكم بحجم المسافة بين النص الأصلي وبين النص المعكوس. ومشان ألغي هاي الخاصية بضغط على نفس الزر وبعمل إلغاء التفعيل، والخاصية يلي بعدها هي خاصية ظل 3D. هاي الخاصية بتعمل ظل النص، ولكن هذا الظل بيكون على شكل خط أفقي. وبنقدر نتحكم بشفافية هذا الظل ولونه وحجمه. ومشان ألغي هاي الخاصية بضغط على إلغاء التفعيل، والخاصية يلي بعدها هي خاصية نص 3D. مشان أفعل هاي الخاصية بضغط على هذا الزر، وبكون الشكل 3D إما منظور أو مائل لأعلى، ورح يوضح معنا هذا الإشي كمان شوية. نقدر نتحكم بالعمق ولون العمق، في عنا خاصية التدرج. هاي الخاصية بتلون النص اللي عندي أو الظل بألوان متدرجة، مثلا بتدرج الألوان من اللون الأبيض إلى اللون الأسود. وبنقدر ندور النص على المحور الإكس سواء لليمين أو لليسار، أو على المحور الواي لأعلى أو لأسفل، أو على محور الزد. لما عملنا تدوير للنص بدأ يوضح لنا النص هو 3D أي ثلاث الأبعاد، وهذا شكل النص هو منظور، وهيك بيكون شكل النص هو مائل. ومن خلال خاصية تدوير 3D بقدر إني أدور النص سواء على محور الإكس أو على محور الواي. وبقدر من هان أرجع النص لوضعه الطبيعي. ومن أداة المنظور بقدر إني أتحكم بمنظور الخط أو بالجهة اللي بشوف منها هذا الخط، وبسحبها من أي زاوية بدي إياه. ممكن أسحبه من اليمين أو من اليسار أو أعلى أو أسفل. وفي عنا أداة الظل الداخلي، هاي الأداة بتعمل ظل النص لكن داخل حدود هذا النص. وفي عنا أداة الظل، هذه أداة الظل العادي يلي كلنا بنعرفها، بتعمل ظل النص وبنقدر نتحكم بالشفافية وباللون وبالإزاحة. في عنا أداة الخط المحيط، هاي الأداة بتعمل خط بحيط بالنص يعني كإطار للنص،
وبنقدر نتحكم بلونه سواء بلون عادي أو بلون متدرج، وكمان بقدر أتحكم بعرض الخط المحيطي. في عنا أداة المباعدة، هاي الأداة بتساعدنا إنه نبعد كل كلمة عن التانية، يعني هاي الأداة بتساعدنا بزيادة المسافة بين كل كلمة. وفي عنا أداة الخلفية، بس نفعل هاي الأداة بتساعدنا إنه نعمل خلفية ملونة للنص سواء بلون واحد عادي أو بلون متدرج. وفي عنا أداة المنحنى، هاي الأداة بتساعدنا بعمل انحناء أو تقوس بالنص سواء لأعلى أو لأسفل. في عنا أداة أسلوب، هاي الأداة بتمكننا من عمل تغميق للخط، بنخلي الخط غامق من خلال حرف البي، ومن خلال حرف الآي بنخلي الخط مائل، ومن خلال حرف اليو بنخلي الخط مسطر. وفي عنا أداة الخط، من خلالها بنقدر نتحكم بنوع الخط المستخدم. في عنا خطوط باللغة العربية وفي عنا خطوط باللغة الإنجليزية. وفي عنا أداة التدوير، هاي الأداة بتساعد في دوران النص على محور الإكس، يعني الدوران بيكون بس بمستوى واحد. ومن أدوات الشفافية بنقدر نتحكم بشفافية النص المستخدم. في عنا أداة التلبيس، من خلال هاي الأداة بنقدر إنه نلون النص بصورة معينة إحنا بنختارها. وفي عنا كمان أداة اللون، يلي من خلالها بنقدر نعدل أو نغير على ألوان النص سواء بلون واحد أو بألوان متدرجة. وفي عنا أداة الحجم، يلي من خلالها بنقدر نعدل على حجم الخط المستخدم سواء بنكبره أو بنصغره. وفي عنا أداة الموقع النسبي، من خلال هاي الأداة بنقدر إنه نسحب الخط لليمين أو لليسار أو لأعلى أو لأسفل. ومن خلال أداة الموقع بنقدر إنه نسحب النص لمسافة واحدة في جميع الاتجاهات. وفي عنا كمان أداة النسخ، بتقوم بنسخ النص، وأداة الحذف بتقوم بحذف النص. ومن خلال أداة التعديل بنقدر نعدل على النص المكتوب عنا. ومن التصاميم رح نلاقي عدد من التصاميم الجاهزة يلي بنقدر نطبقها على النص الموجود عنا، وبنقدر نتراجع عن آخر خطوة عملناها بالضغط على هذا السهم. ومن خلال هاي الأيقونة بنقدر إنه نضيف على التصميم الموجود عنا عناصر تانية من شكل، صورة، ملصقات، أسهم، وبنقدر كمان نرسم عليه. مثلا عنا الأسهم، بنقدر نتحكم بحجم بداية السهم وشكل بداية السهم وبحجم نهاية السهم وشكل نهاية السهم، وكمان بنقدر نتحكم بحجم السهم بشكل عام. وكمان بس ننزل لتحت رح نلاقي الشفافية واللون. من الشفافية بنقدر نتحكم بشفافية السهم الموجود عنا، ومن اللون بنقدر انه نختار لون لحاله، وبنقدر انه نختار لون متدرج. وفي عنا كمان خاصية بقدر من خلالها اضيف خط خارجي للسهم الموجود عندي، وبقدر كمان اتحكم بعرض هذا الخط وسمكه ولونه. وفي عنا كمان خاصية الشكل، من خلال هاي الخاصية بقدر إني أضيف أشكال مختلفة ومتنوعة على التصميم. في عنا دائرة، نص دائرة، مثلث، مربع، وأشكال أخرى.
وبنقدر نتحكم بلون الشكل الهندسي سواء اخترنا لون عادي أو لون متدرج، وبنقدر كمان نتحكم بالشفافية. وفي عنا كمان نفس الخاصية الموجودة بالأسهم، إنه أنا بقدر أضيف حد أو خط خارجي لهذا الشكل، وبقدر أتحكم بسمكه وبلونه. ومن خلال خاصية الرسم بقدر إني أرسم أي شكل أو أي إشي بدي إياه على مساحة العمل، وكمان بقدر أتحكم باللون يلي بدي إياه وبحجم القلم. وفي عنا أداة الاستيراد يلي من خلالها بقدر أضيف أي صورة بدي إياها على مساحة العمل، وبقدر إني أتحكم بوضعية هاي الصورة، وبقدر كمان إني أعدل عليها. في عنا هم خيارات كتيرة للتعديل على الصورة، مثلا خاصية مسح اللون. لما نضغط على التفعيل من خلال هاي الخاصية بنقدر إنه نمسح الخلفية، فبنستخدم هاي الخاصية في إزالة خلفية الصور. وكل ما زدنا درجة التسامح راح تنمسح الخلفية. وفي عنا كمان أداة الممحاة اللي من خلالها بقدر أمسح أي جزء بدي إياه من الصورة، وبقدر إني أكبر حجم الممحاة أو أصغرها، وبقدر من خلال الضغط على السهم الموجود فوق إني أتراجع عن آخر خطوة عملتها. ومن خلال خاصية مرشح الألوان بقدر إني أعدل على ألوان الصورة الموجودة عندي. ومن خلال أداة الملصقات بقدر إني أضيف ملصقات عديدة ومتنوعة. وفي عنا الخاصية الرابعة يلي من خلالها بنقدر نتحكم بخلفية التصميم. عنا أول خاصية وهي خاصية اللون يلي بقدر من خلالها إني أغير لون الخلفية، بقدر أختار لون عادي أو لون متدرج. وكمان بقدر أضيف صورة للخلفية سواء من الصور الموجودة على البرنامج أو من المعرض أو من الكاميرا. وفي عندنا طريقة تانية لحذف العنصر من التصميم، من خلال إني أروح على الطبقات وأضغط على إشارة الحذف. وفي عندنا القائمة الخامسة والأخيرة يلي من خلالها بقدر إني أعدل على ألوان الخلفية. هلا الأيقونة الموجودة على اليسار هي أيقونة الطبقات، من خلال هاي الأيقونة بقدر إني أعدل على العناصر الموجودة بالتصميم أو أحذفها، أو أضغط على إشارة الإفل وأعمل تثبيت لهاي الطبقة بحيث إنها تضلها ثابتة وما تتحرك. ومشان أرجع أحركها بضغط مرة تانية على أيقونة الإفل. وفي عنا أيقونة الشبكة الموجودة على يمين أيقونة الطبقات، ومن خلال هاي الأيقونة بقدر إني أقسم مساحة العمل، حيث مثلا لو بدي أضيف عنصر بمنتصف التصميم أو على يسار التصميم أو بالأعلى أو بالأسفل. وفي عنا الأيقونة يلي على يمينها هي أيقونة التكبير يلي من خلالها بقدر إني أكبر التصميم يلي بشتغل عليه أو أكبر مساحة العمل. بضغط عليها ضغطة وبكبر مساحة العمل، وبس أوصل للحجم المطلوب بضغط عليها مرة تانية عشان أقدر أعدل على الجزء اللي كبرته. وبس نيجي نفتح مشروع جديد رح نضغط على الأيقونة الأولى ونختار ورقة بيضة. بس نضغط على الثلاث نقاط الموجودة بأعلى اليسار رح تظهر معنا قائمة. رح نضغط على أبعاد الصورة مشان نتحكم بحجم الصورة، نتحكم بالطول وبالعرض.
وفي عنا نسب وأبعاد جاهزة بنقدر إنه نستخدمها بسهولة. مثلا هانا أنا اخترت حجم غلاف اليوتيوب ورح أعمل معاكم تصميم سريع. بعد ما اخترت الأبعاد يلي بدي إياها رح أروح على الأداة الثالثة، رح أروح على السيرات صورة وأضيف الصورة يلي بدي إياها. بنقدر من خلال هاي القائمة نقص الصورة بأبعاد وأحجام معينة، وبنقدر من خلال المثلثات الموجودة بالأسفل إنه نعمل عكس للصورة. وبعد ما نختار الصورة بالحجم والأبعاد يلي بدنا إياها رح نضبطها بالمكان المحدد في التصميم. مثلا هان أنا رح أحطها بنص التصميم، بعدين رح أروح على أداة الكتابة وأكتب تصميم شعار أو لوجو ديزاين. وبعد هيك رح نروح على الخط مشان نختار نوع الخط يلي بدنا إياه. وبعد ما اختار نوع الخط رح اسحبه للمكان المحدد في التصميم، وبعدين رح اروح على الحجم مشان اكبر حجم الخط. ورح اضبط وضعيته بنص التصميم، وهيك بيكون الديزاين او التصميم صار جاهز عندي. وبنيجي لعملية الحفظ. بالشريط الأول بأعلى الشاشة الأيقونة الثانية هي أيقونة الحفظ، بس نضغط عليها رح يطلع لنا خيارين، حفظ المشروع أو حفظ الصورة. بس نضغط على حفظ الصورة رح نحفظ الصورة بشكل نهائي في المعرض. أما بس نختار حفظ المشروع رح أكتب اسم لهذا المشروع وأحفظه في البرنامج بحيث أني أقدر أرجع للمسودة وأعدل عليه بأي وقت. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وبنشوفكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله.